رتبوا عيدا للواصلين إلى قرون المذبح. المسيح فصحنا قد ذبح من أجلنا، إذن لنعيد ليس بخميرة عتيقة ولا بخميرة الشر والخبث، بل بفطير الإخلاص والحق. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنفرح ولنتهلل فيه. بسم الله والابن والروح القدس، الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الان وكل اوان ورا ظهر الدور امين. اول امبارح كان 8 مشير، وفي 8 مشير الكنيسة بتحتفل بعيد دخول رب المجد إلى الهيكل، وهو يوافق اليوم 40 لمولد رب المجد. فتكلمنا عن دخوله إلى الهيكل عملا بقول ملاخ النبي القائل: يأتي بغتة إلى الهيكل السيد الذي تطلبونه، وملاك العهد الذي ترجونه هو ذياتي قال رب الجنود. وبعدين اتكلمنا عن الأدوار التي قام بها المسيح في الهيكل، أو التي أداها الهيكل مع رب المجد يسوع. النهاردة هنتكلم عن دور مهم جداً عمل رب المجد في الهيكل، مذكور في إنجيل معلمنا مرقس أصحاح 12 من عدد 41. وجلس يسوع تجاه الخزانة ونظر كيف يلقي الجمع نحاسا في الخزانة، وكان أغنياء كثيرون يلقون كثيرا. فجاءت أرملة فقيرة وألقت فلسين قيمتهما ربع. قلنا امبارح ان هو ذكر العملة بحسب التقليد اليهودي فلس، وبحسب المالية الرومانية ربع. فدعا تلاميذه وقال لهم: الحق أقول لكم أن هذه الأرملة الفقيرة قد ألقت أكثر من جميع الذين ألقوا في الخزانة، لأن الجميع من فضلتهم ألقوا، أما هذه فمن أعواذها ألقت كل ما عندها، كل ما عشتها. اللي عايزين نتكلم عنه النهاردة موضوع نسميه كيف وكم. فهنقرأ برضو جزء تاني كتبه الرسول بولس في أصحاح 11 من العبرانيين، قال: بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من قايين، فيها شهد له أنه بار، الشهد الله لقرابينه وبه وإن مات يتكلم بعد. عشان نفهم هذه الجزئية نحتاج أن نعود إلى ما كتبه موسى النبي في الأصحاح 4 من سفر التكوين. قايين قدم من ثمار الأرض قربانا للرب، وقدم هابيل أيضا من أبكار غنمه، فنظر الرب إلى هابيل وقربانه
ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظر. واضح أن ربنا بيبص للعاطي قبل أن يتفرس في العطية، ينظر إلى العاطي قبل أن ينظر إلى المعطي، ينظر للعطية. يبقى لو كان ربنا يهمه الكاف الكم كان نظر للعطية، لكن لو كان ربنا يهمه الكيف لذا فهو ينظر إلى العاطي قبل العطية. من هذه القصة نخرج بتعليم واحد أريد أن أطرق به مسامعك أيها العزيز. إيه التعليم ده؟ الله سوف يدين العالم كله بكلمة كيف. هاو في اللغة القبطية كلمة كيف مركبة مش كلمة واحدة. يقول لك خين آش إنريتي، في أي حال ربنا هيدين الدنيا كلها بكلمة كيف. في اللغة العامية بنستخدم كلمة كيف بمعنى ازاي. هاو ازاي؟ يبقى ربنا مش هيقول لي كم صمت، ولكن سيسألني كيف صمت. مش هيسألني كم أخطيت، قدرما سيسألني كيف أخطيت. مش هيسألني كم صليت، قدرما سيسألني كيف صليت. عشان كده أيها الأحباء نقدر نقول إن رب المجد راح الهيكل، ما احنا لسه في غضون أيام الهيكل اللي دخلوا أول امبارح، عشان يطلع لنا بكلمة كيف. أرجو أن تقرأها في مرقس 12:41 وتطلع بكلمة كيف إزاي. وهنا أريد أن أهمس في أذني قبل أذنيك إن دينونة الله التي سيدين بها العالم لسوف يستخدم هذا الاستفسار. جهز نفسك لثلاث أسئلة ستسألهم يوم الدينونة. الله سيسألك عن عمرك وكيف قضيته. السؤال الثاني سيسألك عن جهدك وكيف بذلته. السؤال الثالث سيسألك عن مالك وكيف أنفقته. جهز نفسك إنك أنت يكون عندك إجابة عن الثلاثة دول. سيسألك الله عن عمرك وكيف قضيته، وسيسألك الله عن جهدك وكيف بذلته، ثم سيسألك أيضا عن مالك وكيف أنفقته. السؤال الأول يا ريت ندي إجابة من دلوقتي. سيسألني الله عن عمري وكيف قضيته. ممكن واحد يعيش العمر بالطول ونقول ده عمر في الأرض، ده كمل 100، ده عاش القرن كله، وتكون النتيجة ان احنا نجلس لكي نقتفي اثر خطواته.
أو نقتني ميراثا أدبيا أو روحيا فلا نجد. عاش آدم 930 سنة، المسيح عاش 30 أو 33، يعني 900 أقل من آدم، لكن صاحب 30 هو الذي أنقذ البشرية، وصاحب 930 هو الذي أدخل الموت إلى الطبيعة البشرية. الموت ما اتخلقش قبلينا، ولا عندما خلق الله الملائكة ولا الشاربيم ولا السيرافيم، من يوم ما خلقهم وهم موجودين حتى الآن. لكن لما خلق الإنسان والإنسان أخطأ، اضطر ربنا يخترع حاجة اسمها الموت، ليس انتقاما من الإنسان بل رحمة بالإنسان. ايه اللي سفهولي آدم؟ عايز اخد منك كلمة منفعة. 930، اديني في كل سنة كلمة، اديني في كل 100 سنة كلمة، ولا كلمة. اي انجيل كتبت يا آدم؟ واي سفر؟ ولا سفر. الله، امال انت عملت ايه؟ ده اللي خد اقل منك ب900 غير العالم كله، اللي هو رب المجد. فيبقى هنا رب المجد يوم ما يدني سيسألني عن عمري، كيف قضيت هذا العمر. كان في كاهن تنيح سنة 1930 ولم يعش أكتر من 30 سنة، ساب لنا 10 كتب ومجلة اسمها الفردوس، ومنهم كتاب يعتبر من المراجع، ومنهم كتاب يعتبر من الباترولوجي لأثناسيوس الرسولي، اللي لولا هو كان الكتاب ده اندثر. ذلك هو القسم من نسى يوحنا 30 سنة، ولم يعش في الكهنوت غير 5 سنين، وتنيح في شرخ الشباب. وممكن واحد تاني بلي في الكهنوت 30 سنة، لكن المهم في عمرك كيف قضيته، ده اللي ربنا هيسألني فيه. يبقى عشان كده لا يقاس العمر بالطول قدر ما يقاس بالعرض. كلمة عمر عند بني إسرائيل كان يستخدموها كمكيال أكتر منه مقياس، يقول لك ملء العمر ده مكيال، يعني إذا المكيال اتملى لحد حافته هذا العمر. هناك يومين للإنسان، يوم ولادته ويوم وفاته، إذا اليومين دول تباعدوا بعدوا عن بعض العمر يطول، إذا اليومين دول تقربوا العمر يقصر. فأول سؤال جهز نفسك ليه في يوم الدينونة العظيم، سيسألك عن عمرك كيف قضيته. هل اللي طلعنا بيه من درس الهيكل في مرقس 12 عدد 41، نظر يسوع كيف وليس كم، وقال ان الاغنياء دول كانوا بيلقوا نحاسا. طب ده النحاس دي هي المليم، والفضة هي كسور الجنيه، والذهب هو الجنيه الكامل. الجنيه اللي في ايدي دلوقتي الورق اللي بيعمل عمايل ويشق الطريق في صخر، لما بدأ كان ايه؟ بدل ما نتعامل بالعملة المعدنية الذهب، والذهب ممكن ان هو يسوس ويصدأ، يبقى نحطه في الخزانة بتاعت الدولة
وناخد مستند ومكتوب عليه أتعهد إن أنا أسدد جنيه في تقديم هذا المستند، لما تحتاجه هات المستند وخد جنيهك. إلا أن صار الجنيه هو العملة المتداولة، لكن في البداية كان ده مستند يسد مكان الجنيه ويحل محله بدل ما نتداول عملة ذهبية. الأغنياء كانوا بيحبوا ان هم يدوا ربنا النحاس الملاليم. كيف؟ كلمة طلعنا بيها من سراديب الهيكل ومن ردهاته ومن محرابه. السؤال الثاني، سيسألك الله عن جهدك كيف بذلته. السكير، المسرف، الزاني، التلاتة دول قال عنهم الكتاب المقدس يفتقرون إلى رغيف خبز، لأن طبعا دول بيبقوا صفوة القوم وعلية القوم، الأغنياء. لكن قال عنهم سليمان الحكيم، رأيت عبيدا يركبون الخيل ورأيت سادتهم يجرونها. ربنا ما ادكش قوة عضلية فقط، ولكن أعطاك قوة عقلية تفوق القوة العضلية. والإنسان دلوقتي بيستخدم كل عضلاته، مش محتاج لها، بيستخدم طراطيف صوابعه. الإنسان بيستخدم طراطيف صوابعه، والطراطيف دي بتوكله عيش وبتعيشه في مستوى كبير، ومش محتاج لكل العضلات دي، خلاص أدت دورها زمان في عصور غابرة. وأصبح الإنسان يستخدم أقل المجهود. ربنا اداك قوة كبيرة جدا عقلية قبل العضلية. فمرة من المرات واحد كان ماشي بعربيته، وبعد كده العجلة القدامانية طلعت من الإطار بتاعها وجريت، فراح جاب العجلة، قدر يوصل للعجلة لكن ملقاش المسامير، فجاب العجلة وحطها مش عارف يركبها. لقى واحد باصص، قال له بدل ما انت محتار كده، فك مسمار من التلات عجلات وركب بيه العجلة اللي طارت هذا الإطار، وبعد كده يمشي، وبعد كده بهات أربع مسامير ركبهم في كل عجلة مسمار. قال له صدقني فكرة جميلة، انت حضرتك تبقى مين والمبنى ده يبقى ايه؟ قال له ان انا انسان موجود في مكان للمصحة، يبقى إذن دلوقتي في ناس بتشغل العقل. في الكتاب المقدس بيقول لا تكن سكيرا، لماذا تموت في غير أوانك؟ دي حاجات ممكن اللي هي تؤثر على عمر الإنسان، عشان كده نقدر نقول ان دلوقتي بدأ الانسان يستغني عن طاقة الانسان. ألا تسمع عن طائرة بدون طيار وهي تؤدي عملها بكل اتقان؟ في مطارات كتيرة جدا بنركب قطارات بلا سائق، ودلوقتي حاليا بيستخدموا عربية بدون قائد. يبقى إذن دلوقتي حاليا الإنسان بدأ يستغني عن مجهود الإنسان، الآلة تعمل بإتقان وبدون مجاملة. يبقى ربنا في يوم القيامة في يوم الدينونة سيسألني عن جهدي بذلته في إيه، والتلاتة دول هم اللي بيضيعوا الجهد فيما لا يليق، السكير والمسرف والزاني. والسؤال الثالث، يا رب
سيسألك عن مالك وكيف أنفقته. طب دي فلوسي، محدش لي دعوة بيا، أنا أتصرف زي ما أنت عايز. أوكي، بس برضو دي الطاقة اللي بتعمل بوشنج في العالم، قوة دفع كبيرة. فربنا سيسألني عن مالي وكيف بذلته. أريد أن أستحضر معك شخصين بذلوا أموالهم فيما لا يليق. الغني المذكور في لوقا 16، وهذا الغني خطيته كانت ايه؟ لم نسمع عنه في الكتاب المقدس انه كان رجلا زانيا او كان رجلا قتالا او كان رجلا سرقيرا او كان رجلا سارقا. اعفاء كامل من كل هذه البراثن، ولكن جريمته يأكل ويشرب كل يوم مترفها، واللي تحت بيته يشتهي أن يلتقط الفتاة الساقط من مائدته، ولم يعطه الغني. وتلف الأيام لحد ما يجي الوقت اللي فيه الغني يشتهي لعاب هذا الفقير، يبل إصبعه ويبرد لساني لأني معذب في هذا اللهيب. يبقى الرجل ده ما كانش عنده خطية، الرجل ده كان خطيته ان هو كان عنده أنانية، لكن ما كانش بيفكر غير في نفسه، وياريت كان بيفكر في نفسه صح، ده كان بيفكر في نفسه بصورة أنانية بشرية، وبناء على كده ما افتكرش في غيره. الشخصية التانية خطية الابن الضال، اتهمه أخوه الكبير وقال ابنك هذا الذي صرف كل معيشته مع الزواني. ما سمعناش، دي تهمة ليس لها من مبرر، والبينة على من ادعى، وهذا الذي ادعى لم يقدم البينة، وكانت النتيجة ان الكتاب المقدس قال عنه انه بذل ماله بعيش مسرف. وبعدين افتقر، ولما افتقر كل الناس تخلت عنه. يبقى إذن في لوقا 15 قصة الابن الضال، في لوقا 16 قصة الغني، الاتنين دول ما كانش ليهم الأخطاء الجسيمة التي تقشعر لها الأبدان، قتل، سرقة، زنا، عهارة، دعارة، اعتداء على حرمات الآخرين، سطو مسلح، تجارة في العملة، ادعاء كاذب، مفيش، بس عايش مسرف. انا عايز اللي معايا دول يصبوا فيا، اصرفهم على نفسي، عايز اكافئ بيهم نفسي. وكانت النتيجة طبعا ان هؤلاء الناس حسب لهم هذه الأنانية على انها خطية. فمرة حضرت لقاء لأبينا المتنيح قداسة البابا شنودة لما كان أسقف، فواحد بعت له سؤال يقول له أنا بشتغل ومرتب كبير جدا لكن مش بيقضيني، يا ترى تنصحني بإيه؟ قال له مرتبك كبير ومش بيقضيك، المال ده يخلو من حاجة من الاتنين أو يخلو من الاتنين،
إما أن يخلو من البركة وإما أن يخلو من الحكمة. وعشان يخلو من البركة يبقى أنت ما بتدفعش البكور ولا العشور ولا النذور. ربنا ما بيقولكش أنك أنت تديني نص إيرادك، قالك اديني العشر خد أنت التسعة، اديني العشر وخد أنت التسعة. في ناس تقول عشان ربنا يبارك في التسعة أديله واحد من عشرة. يبقى برضو هنا فيما هو يفكر أن يعطي هو يريد أن يأخذ. ربنا هيسألني ويقول لي أنت بذلت مالك بأي طريقة، اديت لك خيارات كتيرة، شغلتها ازاي؟ لأن في ناس ممكن تشغل المال، لكن في ناس المال هو اللي يشغلها. العشور والبكور والنذور، العشور دي حاجة شهرية لو كان مرتبك شهري، والبكور حاجة سنوية، أول يوم في السنة أو أول شيك في السنة أو أول دخل في السنة، والنذور حاجة اختيارية، عشان كده ممكن تسمى باسم النوافل. هم دول اللي انت مطالب بيهم. يبقى لو انت استخدمت المال هنا الحكمة، لكن لو وضعت نفسك في يد المال كي يستخدمك هذا المال هنا عدم الحكمة. دخل رب المجد إلى الهيكل ونظر كيف، يبقى لو نظر كم يبقى داخل يعمل جارد. وبعد كده راح جاب تلاميذه وقال لهم شايفين هدية ألقت فلسين، يعني قيمتهم مليم، لكن ده كل اللي حلتها. لو عندها تاني كانت جابت. عندما ذهب إلي ما قالش للست أصنع لي كعكة أولا. ذهب يسوع ونظر كيف. ربنا هيعاملني وهيعاملك، هيديني وهيدينك بالكلمة دي كيف. هو اللص اليمين كان عنده كم، لكن كان عنده كيف. عشان كده اعتبرنا اللص اليمين قديس رغم ان هو ما جهدش اكتر من القليل من السويعات، ذلك لأنه قدم الكيف للكم. طب ما بالك لما يكون كيف وكم مع بعضينا، تبقى بركة كبيرة. إذا تذكر إن الله سيدين العالم بكلمة كيف، إزاي، هاو، إن أشن ريتي، بأي طريقة أنت عملت كده. سيدينك عن عمرك وكيف قضيته، وسيدينك عن جهدك وكيف بذلته، وسيحاسبك عن مالك وكيف أنفقته. بركة ربنا يسوع المسيح ضيف الهيكل فلتكن مع جميعنا، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. رتبوا عيدا للواصلين إلى قرون المذبح. المسيح فصحنا قد ذبح من أجلنا، إذن لنعيد ليس بخميرة عتيقة ولا بخميرة الشر والخبز، بل بفطير الإخلاص والحق.
هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنفرح ولنتهلل فيه.